بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل بين الصفا والمروة فقال: يا محمد، طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده مخلصا. أحييكم أطيب تحية في لقاء جديد من برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في التوحيد. موضوع البحث الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة بكم. المعارف الله الفضائية. يحفظكم أخ عزيز، أهلا بكم مرحبا. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن نرجع إلى نظرية العارف في التوحيد الذاتي، وأنا أحاول أن أقف عند هذه القضية قليلا، وهي المعروفة بنظرية وحدة الوجود. ماذا يقصد العارف من نظرية وحدة الوجود؟ أنا بودي أن المشاهد في المقدمة يلتفت إلى هذه الحقيقة، أنه لا يوجد عارف عالم محقق. نعم، هسه بعض المدعين موجود، حتى في الفقه موجود، في الفلسفة موجود، في كل الأبواب موجودة، نعم. في كل موجود في 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 باب المهدوية أيضا، أدعياء المهدوية ماذا كثيرون مولانا. نعم. لسنا الآن، لا تقول لي بعض يقول هكذا هكذا، أنا أتكلم في المحققين من العرفاء، يعني أمثال السيد حيدر الآملي صاحب جامع الأسرار، أتكلم في هذه الطبقة من العرفاء، أتكلم في الشيخ محي الدين ابن عربي، أتكلم في الشيخ القيصري، أتكلم في عبد الرزاق الكاشاني أو القاساني، هذه الطبقة من العرفاء. أتكلم في مرزا مهدي الاشتياني في كتاب أساس التوحيد ونحو ذلك من العالم، أتكلم في الحكيم الزبزواري، أتكلم في ملا صدر الشيرازي، هذه الطبقة. أما هسه بعض الأدعياء موجودين يدعون، هذه في كل زمان موجودين، بل حتى النبوة يدعونها، بل حتى الربوبية يدعونها. الآن لسنا احنا لا ينبغي لأجل بعض الادعاءات الكاذبة والفارغة والتي لا محتوى لها أن نبطل أصل الفكرة الموجودة وحقيقة تلك الفكرة. صح. وإلا لو أردنا أن نبطل فكرة أصيلة بسبب ادعاءات كاذبة لما بقي عندنا حتى التوحيد. أحسنتم، صحيح، نعم. الآن ألا يوجد من يدعي أنا ربكم الأعلى؟ نعم. القرآن الكريم يدعي بأنه أنا ربكم لفرعون، وهذا ألا يوجد في على مر التاريخ من ادعى ماذا؟ من ادعى النبوة؟ مملوء التاريخ مولانا من ادعى ماذا؟ النبوة. ألا يوجد من ادعى الإمامة؟ التاريخ مملوء ممن يدعون ماذا؟ الإمامة. ألا يوجد من يدعون المهدوية؟ كتبت عشرات الكتب ماذا؟ في المهدويات التي ادعيت ماذا؟ في مسألة المهدوية. وهذا معناه أنه لما كانت هناك ادعاءات فارغة لا أساس لها، أن نبطل الأفكار الأصيلة والأساسية الموجودة؟ أبداً. فإذا لا يقول لنا قائل أنه إذا كانت هذه الفكرة فكرة وحدة الوجود عند العرفاء أصيلة، إذا لماذا هذه الادعاء؟ إذا كانت فكرة المهدي هماتنا أصيلة، إذا لماذا ادعاءاتي ماذا؟ المهدوية. أنا دا أتكلم عن الفكرة الأصيلة، ولا أتكلم عن هوامش هذه الفكرة، عن نتوءات هذه الفكرة، عن حشائش هذه الفكرة. أتكلم عن الفكرة كفكرة أصيلة، لها أصول ولها قواعد ولها نظرية ولها أساس ولها كتب ولها منهج يدرس كعلم أساسي في الحوزات العلمية. نعم.
أما ما هي نظرية وحدة الوجود؟ نظرية وحدة الوجود تعتقد بأن الوجود ليس واحد، الوجود أيضا ماذا؟ متعدد. من قال بأنه فقط وجود الله؟ هناك وجود لله وهناك وجود لغير الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما هو المتبادر من لفظة وحدة الوجود. لفظة وحدة الوجود يتصورون أن الوجود واحد، وهو ماذا؟ وهو الله، وغيره بعد يوجد وجود أو لا يوجد وجود. لا يوجد، هذا اللي ينسب إلى العرفاء، وهو أن العرفاء يقولون فقط وجود ماذا؟ وجود الله، وجود الله. أما وجود غيره فهو وهم وخيال، بتعبيرهم كثانية ما يراه الأحول. الأحول يرى الواحد شنو؟ اثنين. هو في الواقع واحد له اثنين، هو في الواقع واحد، ولكن هذا يراه شنو؟ اثنين. هؤلاء يتصورون أو ينسب إلى بعض العرفاء، وبتعبير صدر المتألهين وتعبير دقيق عنده، يقول نسب إلى بعض جهلة الصوفية هذا الكلام، لأنه هؤلاء ليس من المحققين، هؤلاء لم يعرفوا الكلمة جيدا دخلوا. هذه هي المنشأ صار لرد نظرية وحدة الوجود. يعني يقولون فقط الله ليس في الدار، هاي عبارات المنقولة عنهم، ليس في الدار غيره ديار، لا يوجد في عالم التحقق إلا وجود من؟ إلا وجود الحق سبحانه وتعالى. خب أنا شنو؟ يقولون يدور الأمر، إما أنا الله أنا، وإما ماذا؟ وإما أنت وهم، ثانية ما يراه الأحول. هذا الذي ينسب إلى العرفاء، وهذه نسبة باطلة. العرفاء المحققون من العرفاء، أعلام العرفاء والصوفية لا يقولون بهذه النظرية، وإنما تعتقد النظرية العرفانية أن الله موجود وأنا موجود أيضا، أنا مو وهم، أنا حقيقة. الله موجود ورسول الله ليس وهما أو خيالا، الأنبياء ليسوا وهما أو خيالا، الجنة والنار ليست وهما أو خيالا. وإلا واقعا إذا تمت ذيك النظرية أنه الله موجود والباقي وهم، إذن بعد أكو نار مولانا أو لا توجد نار؟ قل نارا تكون وهما وليست لها حقيقة، الجنة أيضا تكون وهما وليست لها حقيقة. وهذا هو الذي ينسب من بعض الجهل إلى الصوفية والعرفاء. لا، ليس الأمر كذلك. الله حقيقة، والجنة حقيقة، والنار حقيقة، والأنبياء حقيقة، والأرض حقيقة، والماء والسماء وكل شيء في هذا العالم له ماذا؟ له حقيقة. نعم، الاختلاف في هذه القضية اللي إن شاء الله بعد ذلك سأبينها، وهي ما هي العلاقة القائمة بين هذه الحقائق وبين هذا الوجود الواحد الحق سبحانه وتعالى. نعم، أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. الله يحفظكم. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. تفضلتم بالنسبة للمرتبة الثالثة، سميتموها وحدة الوجود للعرفاء اللي منسوبة إلى العرفاء. نعم، وتفضلتم هناك يعتقدون بوجود متعدد، وجود الله ولغير الله. أحسنتم كما في النظرية الثانية. كما أنه الله موجود حقيقة، أنا أيضا موجود. لا فقط الله موجود، لا كما ينسب إليهم أنهم يقولون الله موجود وباقي الأشياء ماذا؟ وهم لا حقيقة له. لا، ليس الأمر كذلك. الله موجود، وإلا أي عاقل يمكن أن يدعي بأن الأنبياء العظام كلهم وهم لا حقيقة لهم؟
أن الملائكة المقربين كلهم وهم لا حقيقة لهم، لا يمكن لعاقل أن يتفوه بهذا. إذن ما الفرق بين هذه النظرية الثالثة وهي نظرية وحدة الوجود، وبين النظرية الثانية اللي هي نظرية ماذا؟ كثرة الوجود والموجود. في جملة واحدة أقولها كفتوى، ثم أشرحها إن صح التعبير. أكو متن ثم شرح للمتن، إجمال وتفصيل. أما إجماله أن هؤلاء يعتقدون أن الكثرة موجودة حقيقة، ولكنها ليست كثرة على نحو البينونة العزلية، وإنما هي كثرة على نحو الكثرة الصفتية والتشاؤنية. هذه أستعمل صفة وتشاؤن والكثرة التجلياتية، ولذا أنتم تجدون في كلماتهم يقولون الموجودات تجليات الحق. نعم سمحت استوى، إنما هي كثرة على صفتي، كثرة صفتية. كثرة صفتية، أحسنتم. وكثرة تشاؤنية، تشاؤنية، وكثرة إن صح التعبير تجلياتية، يعني من التجليات. نعم. هسه هذا هاي الألفاظ بعضها مأخوذة يعني من القرآن، لا مأخوذة من القرآن. البعض صحيح. يتصور أن هذا اصطلاح منه، اصطلاح العرفاء. لا. نعم. نعم. قال موسى طلب من الله سبحانه وتعالى، قال أرني أنظر إليك. نعم. الله سبحانه وتعالى قال ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني ولكن انظر. لكن انظر للجبل. نعم. فلما تجلى ربه للجبل. نعم صحيح. إذن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده تجلي. ما هو المراد من التجلي؟ ما هو المراد من التشؤن والشؤون؟ ما هو المراد من الكثرة الصفتية؟ هسه هذه الكثرة الصفتية أيضا من أين يقول واحد؟ أيضا لابد المشاهد الكريم يلتفت أنه هذه عادة العرفاء يحاولون أن يستعينوا بكلمات النصوص الروائية، سواء قرآن، النصوص الدينية، قرآن أو رواية. نعم. انظروا إلى هذا النص من الإمام أمير المؤمنين حتى أشرحه بعد ذلك. سلام الله عليك. في نهج البلاغة أيضا، ونحن نتكلم في التوحيد في نهج البلاغة، قال دليله آياته. ولذا القرآن الكريم ما استعمله في الأعم الأغلب، أساسا لا يوجد في القرآن الكريم تعبير علة ومعلول. هذا تعبير الحكماء والفلاسفة. القرآن الكريم تعبيره آيات، سنريهم آياتنا في الآفاق. ولكن ورد في تعبير أمير المؤمنين أيضا بالمعلول، بل علة والمعلول موجود. نعم. بل موجود. نعم. في الخطبة 186 موجود. نعم. ولكنه فقط هنا القرآن الكريم استعمل الآيات، قال دليله آياته ومعرفته توحيده. عجيب، التفتوا جيدا، يقول معرفة الله معناه توحيد الحق سبحانه وتعالى ومعرفته. ولذا قال في أول الخطبة، قال أول الدين ماذا؟ معرفته. وانتهى في المعرفة إلى التوحيد. إذن هنا يقول ومعرفته ماذا؟ توحيده. يعني أساس المعرفة التوحيدية قائمة على معرفة توحيد ماذا؟ معرفة توحيد الحق. ما هي معرفة الله؟ يعني توحيد الحق سبحانه وتعالى. ولذا تجدون نحن في الأصول نقول، في أصول العقائد نقول أول أصل من الأصول ماذا؟ توحيد الحق سبحانه. توحيد. وهذا أيضا مأخوذ من كلمات أمير المؤمنين، يقول ومعرفته توحيده. خب سؤال يا أمير المؤمنين، وما معنى توحيد الحق سبحانه؟ هذا محل كلامنا، ما معنى أن نوحده؟ قال وتوحيده تمييزه من خلقه. يعني تقول هو شيء والمخلوق ماذا؟ شيء آخر. هو شيء والأرض والسماء والجنة والنار والملائكة والبحار والمياه والأشجار والعوالم الأخرى، هي هو لو هي غيره، هي غيره، هي غير. تمييزه ماذا؟ التفتوا جيدا، هذا من أهم الضوابط، بل لا ضابط أهم منه. ما هو معنى التوحيد عند أمير المؤمنين؟ قال تمييزه عن خلقه. لا تقول هذا داخل في الأشياء، إذا صار وقت أشرح لذيك العبارة. المهم أن تميزه، لا تقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وهذه رد لكل نظريات الحلول والاتحاد.
يعني لا الله ينزل ليحل في العبد فيكون العبد الله، ولا الله ولا العبد يصعد فيتحد ماذا مع الله. ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الفرق بين الحلول، هذه كلمتان مترادفتان عادة تلقى، أن الصوفية يقولون بالحلول والاتحاد. أما الفرق بين الحلول والاتحاد، الحلول الله ينزل ليحل ماذا؟ ليحل في العبد، في العبد. أما الاتحاد ماذا؟ العبد يصعد ليتحد ماذا؟ مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين الاتحاد وبين الحلول. إذن أرجع إلى الجملة، قال توحيده تمييزه من خلقه. إذن أنت لابد أن تميز، إذا أردت أن تكون موحدا تقول أنه تعالى غير خلقه وخلقه غير ماذا؟ غير الحق تعالى. أما إذا لم تميز بينهما فأنت موحد، لو لست بموحد لست بموحد. قال وتوحيده تمييزه من خلقه، هذا أصل في العقائد، هذا أصل في المعارف الإلهية، وهو أنه التوحيد الحقيقي أن تميز بين الخالق وبين المخلوق، بين الغني وبين الفقير، بين العلة إن صح التعبير وبين المعلول، بين هذه كلها اصطلاحات الحكماء والمتكلمين، بين الصانع وبين المصنوع، بين المحدث وبين المحدث، وهكذا. هذه اصطلاحات المتكلمين وفلاسفة وإشراقيين وغيرهم إلى آخره. قال وتوحيده تمييزه من خلقه، هو السؤال هنا، التفتوا جيدا. خب سؤال يا أمير المؤمنين، كيف نميز المخلوق عن الخالق؟ نعم، أنت قلت لنا أن التوحيد هو ماذا؟ التمييز، هو التمييز، أحسنتم. نعم، كيف نميز التمييز على كذا؟ يقول التمييز على نحوين أمير المؤمنين، التفتوا جيدا، التمييز على نحوين، تمييز صفة وتمييز عزلة. هذه قلت بينونة عزلية وبينونة صفتية، هذه من اين مأخوذة؟ من تعبير أمير المؤمنين. قال وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. هسه شنو الفرق بنات؟ بينونة العزلة هذا تصور واضحة، بينونة العزلة هذا غير هذا. نعم. وأحدهما شنو؟ منعزل ماذا؟ عن الآخر. نعم. وأحدهم هذا قائم بنفسه، هذا قائم شنو؟ بنفسه. هذا فد موجود، هذا شنو؟ فد موجود. هاي النظرية الثانية قالت الله فد موجود، أنا شنو؟ فد موجود. نعم، فرق شنو؟ أنه هو خلقني، هو خالق، أنا شنو؟ مخلوق، مخلوق فقط. وإلا البينونة بينونة ماذا؟ بينونة عزلة. خب بينونة الصفة شنو؟ يقول ها، هذا اللون الأسود هو الكتاب، لو صفة الكتاب، صفة الكتاب، ولكنه يمكن أن يكون للسواد وجود مستقل غيره، لو لابد يكون قائم بالكتاب. في الفلسفة اللي درسوا يعرفون أنه ما معنى الجوهر والعرض، قالوا الجوهر وجوده في نفسه لنفسه، أما العرض وجوده في نفسه ولكن علما لغيره. يعني لا يمكن اللون بما هو لون يقوم بنفسه، لابد أن يقوم بمن؟ بغيره. ولكن هو غيره، لو هو ليس هو نفس ذلك الغير أو غير ذلك الغير، غير ذلك الغير. بمعنى أضرب مثال آخر أوضح، الماء وحرارة الماء. الآن تقول هذا الماء حار، الحرارة نفس الماء لو صفة الماء، صفة الماء، ها صفة، ولكن يمكن الحرارة تكون في وادي غير الماء، لو لابد أن تكون قائمة بالماء، قائمة بالماء، بالماء قائمة. هذه بينونة أكو بين الماء وبين الحرارة، ولكن بينونة الصفة لا بينونة ماذا؟ العزلة. أكررها، الفارق بين هذا الوجود، هذا الكتاب، وهذا الكتاب شنو؟ بينونة شنو؟ عزلية، عزلية. هذا أحدهم مو أحدهما قائم بالآخر، بل أحدهما منفصل ماذا؟ عن الآخر. نعم. أما الحرارة القائمة، الحرارة التي يتصف بها الماء، الحرارة نفس الماء لو غير الماء؟ غير الماء. إذن أنت حفظت التمييز بين الماء وبين الحرارة،
وتوحيده تمييزه. احنا ميزنا بين الحرارة وبين ماذا من في المثال وبين الماء، قلنا الحرارة شيء والماء ماذا شيء آخر. ولكن عندما ميزنا بينهما، الحرارة مثل هذا الكتاب هنا والماء هنا، لو الحرارة وصف للماء، الحرارة وصف للماء، إذن وقع التمييز، ولكن تمييز العزلة لو تمييز الصفة، تمييز الصفة هنا. نعم. السؤال ألا أنا مع الله سبحانه وتعالى، أنا عين الله؟ لا. الخالق عين المخلوق؟ لا. ولكن النسبة بيني وبين الله هي بينونة العزلة لو بينونة الصفة، بينونة الصفة لابد هنا. هنا أمير المؤمنين يريد أن يقول، وهذه نظرية العرفاء، يقولون بأن الحق سبحانه، أن المخلوقات شؤون الحق وليست منعزلة ماذا عن الحق. من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. يعني شنو؟ يعني أنت الآن عندك مجموعة من الأفعال، الآن حركة يدي، جلوسي هنا، أنا جالس هنا الآن، جلوسي عين ذاتي وجلوسي فعل من أفعالي، فعل من الأفعال وقعا بينا فيما سبق. قلنا بأنه الجلوس والقيام هو عين الإنسان لو أفعال الإنسان، أفعال. ولكن هاي الأفعال يمكن أن يتحقق جلوس وأنا ما موجود؟ لا. إذا كانت بينونة عزلة يمكن أن يتحقق أحدهما دون شنو؟ دون الآخر. أما في بينونة الصفة المستحيل أن يتحقق أحدهما دون الآخر. في بينونة الفعل والفاعل محال أن يكون الفعل متحقق وفاعله ماذا؟ غير متحقق. فإذا نسبة الحق تعالى إلى المخلوقات نسبة ليست على نحو البينونة العزلية، وإنما على نحو البينونة الصفتية التي قالها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا قال: وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، إنه رب خالق. الآن دخل الإمام سلام الله عليه في بيان التمييز، قال: إنه رب خالق غير مربوب ومخلوق. نعم، فهو خالق وأنا مخلوق، فهو رب وأنا ماذا؟ مربوب. نعم. ولكن أنا ليس لي وجود منعزل عن ماذا؟ عن وجوده، كما أن فعلي ليس منعزل ماذا؟ عني، بل قائم بي. كما أن الحرارة قائمة ماذا؟ بالماء، وليست هي الماء، هي وصف ماذا؟ صفة للماء. إذن لابد أن نميز. إذا قلنا أن الحرارة نفس الماء يلزم الحلول أو الاتحاد، إذا قلنا أن الحرارة نفس الماء إذن صارت إما حلول، حلت الحرارة في الماء، أو حلت الماء وماذا؟ اتحدت الماء بالحرارة، مع أنه ليس كذلك، فإن الماء شيء والحرارة وصفها ماذا؟ شيء آخر. أنت جنابك الآن شيء، وقيامك وجلوسك ماذا؟ شيء آخر. ولكن ما معنى شيء آخر؟ غيرك يعني منعزل عنك لو قائم بك؟ قائم بي. وهذا هو وحدة الوجود عند العرف. لا ينكرون الكثرة، ولكن يقولون الكثرة هي الشؤون ماذا؟ شؤون الحق. أما النظرية الثانية تقول الكثرة ماذا؟ مباينة للحق. إذن سماحة السيد، هنا النظرية الثانية تفضلتم، هذه غير نظرية الوجود. نعم. للعرفاء، يعني عندما يقولون بالعزلة أو يسموها بينونة العزلة، نعم، هذه كيف يعني يقولون بالعزلة؟ إذا تصورناها في الممكنات ممكن هذا ينعزل عن الثاني عزلة تامة، ولكن عندما يكون بين الله سبحانه وتعالى وخلقه يقولون لا تكون عزلة. الجواب، هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلقه أوجده، معنى أوجده يعني ماذا؟ يعني خلق موجودا منعزلا عنه، ولكن يبقى يعني لا يبقى، يعني هو خالقه فقط، فقط، وإلا هو موجود منفصل ماذا؟ عن وجوده. يعني أحدهما سماحة السيد هنا، نعم، هو خالق ورب. جيد، تبقى الربوبية، أقول خالق ورب، ولكن هذا الوجود المخلوق فعل من أفعالي، بمعنى أنه لا ينفصل عنه، لو منفصل عنه، منفصل عنه، ولكن منفصل. مخلوق أحسن. هاي النظرية الثانية، النظرية الثانية تقول منفصل، النظرية الثالثة تقول ماذا؟ ليس بمنفصل.
ولكن تبقى نسبة الخالق والمخلوق. أقول تبقى نسبة. الرب هو المربوب. نعم. أقول النسبة محفوظة أبو أمنة. نعم. خفتوا لي؟ وأنا أتصور بأنه سؤالكم المشاهد عنده. شوفوا النسبة دائما خالق ومخلوق. نعم. ولكن هذا الخالق والمخلوق في وجودين منفصل أحدهما عن الآخر. لو ليس كذلك. منفصل. ولكن هذا. لا أقول النظرية الثانية تقول منفصل. نعم. إذا النظرية الثالثة تقول ليس بمنفصل. وهذا الكلام. لا النظرية الثانية نتكلم. نعم. النظرية يكون منفصل. نعم. بس خالق ومخلوق محفوظة. النسبة لن تتزول. يبقى الله خالق ويبقى أنا ماذا؟ مخلوق. مخلوق. نعم. ولكن خالق ومخلوق مثل هذين الكتابين أحدهما غير الآخر منفصل ومنعزل. لو مثل الماء والحرارة. نعم هذه النظرية مثل الماء والحرارة. أحسن. نعم. إذن النظرية الثالثة تقول. نعم. مثل الماء والحرارة. النظرية الثالثة تقول مثل الفاعل والفاعل. النظرية الثانية تقول ماذا؟ لا ليس الأمر كذلك. هذا من قبيل هذا الكتاب وهذا جنو وهذا الكتاب. هذا الماء وهذا الماء. كيف أنه إذا عندك ماءين هذا ماء وهذا ماء آخر. صحيح؟ هسه ولو سلمت ان هذا الماء اصلا ماخوذ من هذا الماء، افترض الان لو كان عندي انا فد مقدار من الماء، شوفوا الان عندك ماء واحد، انت قد تاخذ من هذا الماء قليل وتضع في اناء ثاني. هذا الماء من اين اخذه؟ من هذا الماء. هو مخلوق من هذا الماء. صحيح. ولكن هذا الماء الان قائم بهذا الماء، لو مو قائم، لا مو قائم به، ولكن مخلوق له منه. نعم. هاي النظريه الثانيه. نعم. هاي النظرية الثانية. صحيح. تقول الأشياء كلها مخلوقة له ولكن موجود في قبال ماذا؟ في قبال وجوده سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نستعمل الإصطلاح، تعتقد النظرية الثانية ونظرية المشهورة بين الحكماء المتكلمين وغيرهم أن الممكنات لها وجود في نفسه ولكن قائم بغيره وهو الحق. أما النظرية الثالثة تقول ليس لها وجود في نفسه، ليست منعزلة، وإنما وجودها في ماذا؟ في غيرها وهو الحق سبحانه وتعالى. هذا بقدر ما يمكن واقعا على مستوى هذه الحلقة أن نبين، وإلا القضية أعمق من هذا بكثير. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك، الشكر متواصل إليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.